السلام عليكم، انا ايت العباس فاطمه من جامعه تيكلي اقليم تارودانت. المهم تنقدم التهاني تاعي للمغاربه كلهم. انا عندي هذا المطعم في كليشي باريس 64 بوربا فيكتور هوغو كليشي لاكاراين. المهم تنقدم التهاني على ود رمضان والشهيوات المغربيين المغاربه ديالنا لا في فرنسا كاع اللي بغا الشهيوات كيجي عندنا. السلام عليكم، معكم جمال مزون، واحد المجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا هنا. المهم كنبغي نبارك رمضان المبارك اللي سميتو بالشعب المغربي كامل سواء كان في المغرب ولا في فرنسا. المهم الحمد لله دابا راه كانت يعني ما كاين حتى شي فرق بيننا والبلاد، يعني الحمد لله في الاجواء، يعني الاجواء عندنا في فرنسا يعني الاجواء كامل مزيان بحال كاينين في بلادنا نيت. الحمد لله كنشوفوا بحال يعني بحال هاد الريستورانات وداك الشيء كيديروا زعما يعني الشيوات المغربيه، يعني سميتو كنفطروا كنسليو طروف يعني مجموعين، يعني بحال كاينين في بلادنا. الحمد لله راه بحال كنحسوا بحال كاينين في بلادنا نيت. du monde entier, à tous les musulmans du monde entier. اليوم كاين في المطعم ديال ماما الناس كي الوغ مطعم مغربي كنديرو كاع الشهوات ديال رمضان. السلام عليكم، انا خديجه نخدم مع فاطمه. نسيت على باهي سيدي معليش كليشي كنسلم على العائله كلهم ورمضان رمضان كريم. في كاينين عائلتك؟ برشيد. برشيد كلشي كنسلم عليهم ونتمنى للجميع رمضان مبارك سعيد. شكرا. كنتسناو التوفيق للمغاربه كلهم. المغاربه كلهم والله يوفق الباترونه تاعنا وكاع الناس اللي خدامين معايا وعواش مبروك على الجميع. السلام عليكم، انا نتكلم اسمي طارق البدكي ساكن تيرودانت بزا لي شيفي يخدم ريستورون مغازي الدور شاف كويزيني الحاجة. ايوا الحمد لله وجهي اللي كان المشكل اللي قريلي حتى الله يعمر هذا الحمد لله. ايوا التسلام في تهمي الوالدين ايتنا طهر بي سعيد نجيب خديجة الوالده يمنى زي عمي كلشي اللي بجار. ايوا السلام. وي السلام عليكم السيد عجوب يحيى. يا سيدي احكي لا حمس كل شيء حغيت ايوا رمضان حغيت نورمال نورمال حاجه حتى ما زهرت لا حاجه حتى مع حرس الصوره حغيت يفك ربي الخير فهمت يفك ربي يكون يجي الخير حغيت سيدي ايوا مدنا ولي ولي طازو من هضر باين ولي ولي طازو من هضر باين فهمت كلشي كلشي غادي تجي في ربي واش سيدي احنا نسلموا على الاموال البلاد مبارك واشيدهم ورمضان كريم على الجميع والله يدخل علينا بالصحه والهنا. السلام عليكم. الله يسر سيدنا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الهجوم.